كان في خبر تاني برضو له صدى كبير في الأوساط الرياضية، كان ترددت أنباء عن أنه تم استبعاده برضو من مركز التسوية والتحكيم، لكن المهندس محمد فرج عامر أعلن، رئيس نادي سموحة أعلن إيقاف حكم استبعاده من الترشح لرئاسة النادي، وكتب على حسابه على الفيسبوك: تم اليوم الاستئناف في اللجنة الأولمبية وتم إيقاف الحكم بالاستبعاد، وأن الأمور رجعت زي ما كانت. برحب بحضرتك معانا يا فندم. مش عارف إذا كان المهندس فرج سامعني ولا لأ. ألو الشريف، برحب بحضرتك معانا يا فندم. الله يخليك، ازيك يا استاذ الشريف؟ انا الحمد لله تمام. الامور رجعت زي ما كانت، اعلانك على حسابك على الفيسبوك ازاي بقى؟ ابدا، ما هو احنا عملنا استئناف في المركز، في مركز التسويه والتحكيم الرياضي، في القضيه رقم 36 او 39 36 لسنه 2011، وطعن عليها النهاردة قرار استئناف وتسجل هذا الاستئناف. فالاستئناف لما بيحصل بيوقف التنفيذ، وبالتالي أرجع إلى الانتخابات وتستمر في المنافسة الانتخابية بشكل قانوني. قانوني 100%. بس ده نتمنى لك حصل بالضبط. نتمنى لك التوفيق، طالما الامور تمشي قانونا دايما، انت عارف نتمنى التوفيق للجميع، زي ما بيقولوا كده، يكسب اللي بيكسب ثقه الناس ويكسب ثقه الجمعيه العموميه لاي تجمع. في الحاله دي ده مش نادي سهل ولا بسيط، فان شاء الله النادي يقول كلمته. شكرا جزيلا يا فندم، ونتمنى لك التوفيق طبعا. شكرا.